حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطن مثلما وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت وفارقت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وأنا برأيي أموت وسيفقد التاريخ علي وعلى غيري بما الراجل هيسيبها لكم مخدرة عشان حبيب القلب وأبوه وأخوه ينبسطوا. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. منى مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على ايه؟ انت ما سمعتيش خطاب الرئيس ولا ايه؟ مش قال مش هيترشح تاني؟ لا ازاي سمعتي؟ بس بصراحه مش شايفه اي حاجه في الخطاب يعني فرح للدرجه دي. الله، هو احنا كنا نحلم بربع اللي حصل؟ الراجل قال انه مش هيترشح تاني وغير الحكومه بالكامل. غريبه قوي انك مصدقه قوي كده. يا اخي كنت تسيب الثقه دي لحد ما تكواش من نار كذبه قبل كده. ايه يعني هيكذب على الملايين دي كلها؟ ما طول عمره بيكذب على الملايين دي كلها. انا عارف بقى انت جايه لنا. انا شايف ان اللي حصل ده كويس. ده على اساس ايه بقى يا محمود؟ هنام يصحى يبقى حد تاني؟ طب كده انا مستغربه جدا المنطق بتاعك ده. ده انت بالذات لو دخل عليك كده وحلفك على المصحف ما تصدقوش. في ايه؟ ما بالراحه علينا يا استاذه منى. تنسيت ان انا كنت معزول عن الدنيا باللي فيها؟ انا لسه مجمع الحاجات دي كلها من الجرايد والتلفزيون. انا اسف يا محمود. بس فعلا الخطاب بتاعه ده احبطني جدا. انا حتى ما اقولكش الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. المهم طمنيني، احمد عامل ايه؟ تمام. انا كنت لسه مفتح عيني النهارده الصبح، فرح جدا لما سمع عن مكالمتك انت وشادي. انا جالك على فكره مخصوص انت تسمع صوته. واحده شبكه لسه واقعه في الميدان. طب ما تجربي على موبايل شادي. لما انا بكلمه على موبايل شادي، تليفون احمد مقفول. لا ما تحبطش قوي كده. انا متفقه معاه الساعه 9 هكلمك على التليفون هنا. خلاص. طب اخبار ابويا ايه؟ انا سمعت انه نزل الاعتصام بتاع اسكندريه. شادي قال بصراحه الاعتصام فيه ناس ياما، يعني مش قادر اقول لك هو بيعمل ايه بقى بالظبط دلوقتي، بس انا كلمت طنط وقالت ان هو كل يوم بالليل بيكلمها وكله تمام. اطمن. انا كلمتها واطمنت عليها بس من بعيد لبعيد. بقول لك يا منى، انا كنت عايزك تقابل ابويا، يعني كنت عايزك تطلبي منه. برضه شادي قال لي بص انا لازم امشي دلوقتي، اتاخرت جدا على البيت، لما اروح وماما تنام هبقى اكلمك في التليفون واتفق على كل حاجه. تمام. تمام. تصبح على خير. انت من اهل الخير. ده ايه الحوسه دي؟ ربنا يعديها على خير. اروح يعني يا فاطمه؟ انا مش همشي من الميدان الا ما الراجل ده ماشي. ايوه يا اخويا، ما انا سامعه الناس كلها في الميدان عماله تهتف وتقول مش هنمشي، هو يمشي، هو برضك واحد زي ده هيمشي بالسهل يا عبد الناصر؟ ما تسيبوه بقى يكمل الست شهور، ارحم من الست سنين. يا راجل يا فاطمه، بقى انا اللي عمري ما صدقت الراجل ده وقت ما كانت الناس كلها مصدقاه اول ما جه وقال الكفن ملوش جيوب، عايزاني النهارده اجي واصدقه؟ عليا الطلاق ماني ماشي من الميدان الا ما الراجل ده يحل عن سما البلد دي. ايه ده يا عبد الناصر؟ ده انت اول مره تحلف بالطلاق يا راجل، عمرك ما عملتها قبل كده. اخس عليك كده يا عبد الناصر، اهون عليك برضو. وبعدها لك بقى يا فاطمه، انا مش هضيع المكالمه في محايلات ملهاش لازمه. انا بجيب لك من الاخر، انا مش همشي من الميدان الا ما الراجل ده يمشي ويسيب البلد دي ويحل عن سماها. ماشي اللي تشوفه يا عبد الناصر. وانت من امتى يعني كنت بتعمل لي اعتبار؟ ده الشحططه اللي شايفاها الناس كلها اليومين دول مع جوازتهم في يومين الثوره انت طول عمرك موريها لي. انت كنت بتقعدي تقولي لي ايه اللي بتعمله ده ملوش لازمه، هو هيغير في ايه يعني؟ اهو شفتي
البلد كلها فائق وصحية، والشعب طلع عارف وفاهم وواعي. ربنا يجيب العواقب سليم. أنا سمعت إن في مظاهرات بكرة بالملايين طالعين يأيدوا مبارك. افرض بقى جم عليك ومسكتوا في بعض. إيه؟ ملايين تطلع عشان تأيد مبارك؟ ده تلاقيهم شوية رجال أعمال اللي استفادوا من عهده بيطلعوا العمال بتوع المصانع بتاعتهم بالأمر. مش هيعرفوا يعملوا كده كمان. اسمع اسمع اسمع، عشان ما ننكيش زعلانة، عندي ليكي خبر هيفرحك. قول يا أخوي خير. في ناس من هنا راحوا المليونية بتاعت ميدان التحرير، وشافوا الواد أحمد هناك واقف مع شباب اسكندرية. هو حلو وزي البوم. بجد؟ أنت بتتكلم بجد؟ أنت متأكد؟ أي والله يا ستي، هو حلو هناك وزي الفل. واتفقت معاهم كمان يجيبوا تليفون الشقة اللي بينام فيها، وبكرة إن شاء الله هكلمه وهخليه يكلمك ورجله فوق رقبته. يا سلام يا أخوي. طب ولما هو تمام وزي البوم ما بيكلمش أمه ليه بقى؟ ها؟ ما بيكلمنيش ليه؟ أكيد في حاجة. يعني لو قلت لك الحقيقة هتزعلي؟ لا أقول خلاص مش هزعل. ما هو عشان اللي أنت بتعمليه دلوقتي، هو عارف. تلاقيه قال لو كلمتها هتقعد تعيط لي وتحلفني إني أرجع. تلاقيه خدها من قصرها وقال ما كلمهاش. هيجيبه منين؟ ما هو جايب قسوة القلب دي منك أنت يا عبد الناصر. طب عليا النعم، لو ما قلت له أمك هتموت لو ما كلمتهاش، وإن قلبي. ما هو ده اللي بقول لك عليه. لو ليا افهمي، قلت لك 100 مرة الواد أحمد ما بيحبش سكة الكلام دي خالص. بدل ما تقعدي تولولي، ادعي لنا إن ربنا يفك كرب البلد دي، والراجل اللي لازق في الكرسي ده يغور في 60 داهية، وساعتها هنرجع لك سالمين غنمين. طيب يا أخوي، طيب يا أخوي، مع السلامة. طمن قلبي عليك يا ابني، والنبي يا رب تكرمه بترجعه لي بالسلامة. يا رب يخليك لي يا أحمد أنت ومحمود، وما يحرمنيش منكم أبدا. التفتيش النهائي للمنطقة حوالين السجن انتهى من ساعة تقريبا، وبين كل الجثث اللي لقوها مفيش أي أثر لجثة محمود ولا جثة عبد الرحيم. يا خسارة، لسه ربنا كاتب لهم إن هم يتقبض عليهم ويقرفونا معاهم. يا فندم أنا خايف إن هم حد فيهم يوصل للصحافة ولا الإعلام، وسعادتك عارف محمود ده عملها قبل كده. ما يوصل، أنا مش قلقان. أنا قلقان من واحد بس، إسماعيل. لا يا باشا، بالنسبة لإسماعيل فاطمن خالص، إسماعيل في الحفظ والصون وآخر تمام. وبعدين محمود ده لو راح للإعلام وراح لأي جورنان ولا فضائية من اللي بيساندوا الفوضى بيثيروا الناس دول، محدش هيصدقه. هيسمعوه على إنه واحد هربان من السجن. ما عندك الواد بتاع حزب الله ده مش كان في التلفزيون؟ حد سمعه ولا عبره ولا صدقه؟ الناس يا عم مش فاضيه، الناس عايزه تطمن على عيالها وبيتها وشغلها. وبعدين عندك خطاب الرئيس ده عامل شغل جامد في الشارع. يسلم ايدين اللي كتب ده، اللي كتب الخطاب ده حته ولد. يا عارف ازاي لعب الناس صح. فكرني بقى لما نخلص الهوجه دي نبقى نبعت له يدي دروس في كيفيه التعامل مع الناس والتلاعب بيهم. اصبر بس، النهارده هتشوف الناس ازاي هتخرج وتدي العيال دي بالجزم. والله يا فندم الاعداد اللي خارجه في المسارات لغايه دلوقتي اقل بكتير مما كانت متوقعه، سواء اذا كان في مصر ولا في اسكندريه. انا كنت فاكر ان الاعداد هتبقى اكتر من كده بكتير. يا ابني الناس عايزه تطمن، اول ما يلاقوا الميادين بتفضى وتتفض من الخيانه اللي فيها هتلاقيهم نازلين بالملايين يقول لك احنا اسفين يا ريس وبنروح بالدم هنكمل المشوار. في ايه يا ابني؟ انت مش من بلدي وعارف. مش عارف يا فندم والله، انا حاسس ان الموضوع المره دي مختلف. لغايه دلوقتي مفيش حد طلع غير الناس اللي تبعنا وتبع رجال الاعمال وقيادات الحزب. اه في ناس عاديين بس مش بالنسبه اللي متخيلها. جايز اكون متشائم بس هو ده اللي انا شايفه. ما تفقرش فيها بس، استنى كده لما الميدان تفضى وانت هتشوف. يا ابني انا عامل دكتوراه في الشعب ده،